عيش او بالكراكرز اللذيذه جدا الصحيه جدا جدا. عايزين ايه؟ عايزين 2 كوب من بذور الكتان، وبذور الكتان في الوصفه دي اللي هنعمله فيها مهم جدا، وهي طحنها. يعني مش هنستخدم بذور الكتان وهي مش مطحونه، لان ده ما بيساعد، يعني لو اشتغلنا بيها واكلناها مش هنستفاد بيها زي ما هنستفاد بيها وهي مطحونه، واحنا محتاجينها تكون عامله زي الدقيق وجسمنا يقدر يمتصها ويتعامل معاها ويهضمها كويس جدا. فمحتاجين 2 كوباية من بذور الكتان المطحونه، عايزين 1 كوب من دقيق اللوز، معلقه كبيره من السماق الباودر، 2 معلقة كبيره نعناع جاف، 1/2 كوباية من السمسم المحمص، 2 معلقة كبيره من حبه البركه، 1/2 كوب زيت زيتون، ميه سخنه وملح. طيب، وعايزين نحط على الوجه بقى بذور الشيا، حبه البركه، سمسم، عندكم كمان اللب اللي هو دوار الشمس ده لذيذ جدا وبيدخل في وصفات صحيه لذيذه جدا، بس للاسف انا ما لقيتوش. فاي حبوب تحبوا تحطوها ضيفوها. طبعا استبدال الزيت، لو حابين ان انتوا تحطوا بدل زيت الزيتون زيت دوار الشمس، عايزين تحطوا اي زيت نباتي، عايزين تحطوا زيت جوز هند، يعني كل ما انا بحسن اكتر حطيت مثلا زيت زيتون، انتوا مش عاجبكم طعم زيت الزيتون ممكن تحطوا حاجه ثانيه. انا شايفه ان نكهه زيت الزيتون والسماق كانت لايقه على بعضها، لكن اذا حابين تضيفوا اي نوع او اي ماده دهنيه انتوا بتحبوها فما فيش اي مشكله خالص. عايزين بقى نبدل الزيت، سوري، نبدل دقيق جوز الهند بأي حاجة تانية برضو ما عنديش أي مشكلة. ده مش دقيق جوز هند، سوري، ده دقيق اللوز. دقيق اللوز حابين تبدلوه بأي نوع دقيق تاني ما عنديش أي مشكلة برضو، براحتك خالص. هنحط الأول بذور الكتان المطحونة، ودي مهمة جدا زي ما قلت لكم، عليها دقيق اللوز. عايزين بقى تحطوا بداله دقيق جوز هند، عايزين تحطوا بداله دقيق ابيض، عايزين تحطوا الدقيق القمح الكامل، دقيق شوفان، زي ما تحبي. حبه البركه، السماق، السمسم، السمسم كمان ممكن يبقى مطحون، النعناع الجاف. عايزه احط ملح، بقى عندي خلطه لذيذه جدا. اطمن بس ان مفيش اي حاجه فيها تكتلات، وانزل بعد كده بالزيت والميه واعجن. عايزين تشتغلوا في الخلاط مفيش مشكله، بس طبعا ضروري جدا ان انتوا تحطوا ماده دهنيه علشان دي اللي هتبقى عامله زي اللزق وهتلزق كل المكونات في بعضها. لكن بقى بميه لحد ما تكون عجينه. نقدر نضرب كل الكلام ده في الخلاط اذا حابين. كل الكلام ده يعني ده كده ناخده كمان ضربه في الخلاط. احنا بذور الكتان بتاعتنا ضربناها في الخلاط، وزي ما بقول لكم يستحسن ان انتوا ما تحطوش بذور الكتان ولا تاكلوها الا وهي مطحونه علشان جسمنا يقدر يستفاد منها بسهوله. مهم جدا كمان الماده الدهنيه في الكراكرز دي علشان تقرمش معاكم. طيب انا كده هبتدي بقى ايه، استخدم ايدي كده. تمام، حطينا الميه، عجننا كل الحاجات كويس قوي. هحط شوية مية كمان صغيرين وابتدي افردها. على ورق زبدة عشان تدخل الفرن. هتقعد قد ايه في الفرن؟ هتقعد قد ما تقعد. يعني انت هتفضلي تتابعيها لحد ما تلاقي انها قرمشت. تقعد بقى 1/2 ساعة، 1/3 ساعة، على حسب الكميه اللي انت عاملاها، لانه كميتك مختلفه عن كميتي. بس هتتابعيها لحد ما تلاقيها خلاص لونها ابتدى يغير وابتدت ايه تقرمش. تعالوا بقى نفردها كده، حط
ايدي زيت، بلي ايدك بالزيت او بالميه، بس يعني بلت زيت بسيطه هتبقى لطيفه قوي. ونفردها على الورق. طبعا المفروض ان احنا نخليها على قد ما نقدر رفيعه. الميه هتبتدي تتبخر في الفرن وتبتدي تقرمش منك كده. ان شاء الله طعمها يعجبكم جدا وتبقى حاجه مسليه ولذيذه، نقدر ناكل بيها حمص، ناكل بيها جبنه لايت. انا عايزه اشوف النشابة التانية. عارفة النشابة الصغنطوطة يا رنا موجودة دي عندي ولا فين؟ عشان مش عارفة اشتغل بدي. انا هفرد كده بالسباتيلا دلوقتي لحد ما اوريكم برضو بالنشابة الصغيرة. والله الاسباتولا شغالة ولطيفة. بلاش تبقى سميكة من ناحية ورفيعة من ناحية عشان تبقى كلها نفس السوى على قد ما نقدر. بصوا بتفرد بالسيليكون معايا ازاي. تمام، شكرا. خدوا بالكم الاطراف دي هتقرمش اكتر حاجه وهي اللي هتلون اول حاجه، فمش عايزاها ايه تبقى رفيعه برضو بزياده، عايزاها تستحمل معايا زي النص، فبحاول ان انا اخليها كلها سوا واحد. تقريبا كده تمام جدا. نحاول نساوي كده كله بالشكل ده. في كمان الاسباتولا التانية النشيبة، خلينا نفرد كله قد بعضه. تمام. كده بقت كلها سوا واحد. معلش الحاجات دي بتاخد وقت شوية، فدايما نكون ايه اكثر دقة علشان نطلع زي ما احنا حابين. اول ما هتدخل الفرن مش هنحس بيها، التفاصيل كلها هنا. كميه اهي فرشت تقريبا قد الصاج. نعمل كده تاني اخر حاجه، نرش من فوق بذور الشيا مثلا تبقى لطيفه. نعمل كده، نرش سمسم، نضغط ضغطه عشان السمسم يلزق.
يستحسن تبقى ايدك ملزقه كده وفيها زيت زي عشان السمسم يلزق، وحبه البركه ونشغل الفرن على درجة حرارة 190 وندخلها الفرن بقى زي ما بقول لكم على حسب الكمية هتقعد معاه هتقعد في الفرن. على حسب فرننا بقى، احنا فرننا بحالات يعني احنا مش عارفين اذا كان هو معانا ولا ضدنا النهارده. نحطها هنا احسن، ربنا معانا ان شاء الله. يلا بص عليها لسه ما قرمشتش قوي، بس زي ما انتم شايفين كده داخله تقرمش، داخله في القرمشه لكن لسه شويه، وطبعا هي لما هتبرد هتقرمش اكتر، فنعمل في حسابنا ان هي كده كده لما هتبرد ونسيبها تهدى خالص هتقرمش اكتر، بس نطمن ان كل الميه اللي جوه كده تمام وخلاص وبقت زي الفتاهة. كانت استيل تقرمش شويه زي ما قلت لكم، هي لما هتبرد هتبقى بتقرقش، بس انا كنت عايزه اطمن اكتر ان هي تمام كده تمام. دي الكراكرز، بصوا بقى الكراكرز نشفت شوية كتير لما بردت، هشيلها هو من على ورق الزبدة. بصوا من هنا، دي اهي دي من تحت كده، احنا فردناها مع بعض وعملناها مع بعض اهي، وكده تبقى كراكرز صحية جدا بتقرمش وكل حاجة. بصوا اهي لذيذة قوي قوي قوي. طعم الزعتر، طعم السماق مع النعناع حلو قوي. تقدروا تحطوا زعتر كمان على فكره، يعني انا قلت زعتر بالغلط، بس تقدروا تحطوا زعتر طعمها حلو قوي قوي. هي غامقه علشان بذور الكتان، وبذور الكتان هي الاساس فيها، حاطين كمان دقيق لوز، فدقيق اللوز مدي طعم لذيذ قوي، لكن اللون ده جاي من بذور الكتان المطحونه، وهي لونها كده وبجد طعمها حلو قوي، لازم تجربوها. سهله عملناها مع بعض، يعني كانش في نسخه ولا اي حاجه، وعملناها وطلعت سهله جدا جدا.